ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم الكبير الذي يوليه جلالته للعمل الخيري والإنساني الذي يقوم به جلالته داخل وخارج مملكة البحرين، ومد يد العون للمحتاجين. مؤكدا سموه أن التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالته كانت هي المحفز والملهم الأول لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تمكنت بفضلها بعد توفيق من الله عز وجل من الوصول إلى العمل الإنساني للعالمية. وأشاد سموه بدعم سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمسيرة العمل الإنساني الذي تقوم به مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن البحرين رائدة وسباقة في تقديم العون والمساعدة للجميع، وهي اليد البيضاء لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الممتدة بالخير دائما للجميع. جاء ذلك خلال تدشين لجنة العمل الخيرية المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاءت بمبادرة من سموه بتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري وحضور وفود من دول مجلس التعاون، إيمانا من سموه بتوحيد الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية أثناء الكوارث والنكبات، إيمانا من مملكة البحرين بأهمية تمسك الإنسان بالأمل وضرورة ترسيخ الحق في استمرار الحياة الإنسانية الكريمة. فإن البحرين تركز بشكل خاص على البعد التنموي المستقبلي في المناطق المنكوبة، وتسعى إلى خلق بيئة محفزة على التعلم والتفاعل وتوفير أدوات ذلك. وعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم على الدور الإنساني البارز الذي يولونه للعمل الخيري، وعلى دعمهم الكريم وتوجيهاتهم الدائمة بالارتقاء بمسيرة العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف بقاع العالم. الدكتور مصطفى يقول مبروك، هو الحقيقة يعني فعلا يقصد ما قاله، لأن احنا من عام 2012 نشتغل على هذه الفكرة دكتور، والحمد لله في دارة هذه الفكرة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. في النهاية شفنا أن هذه الفكرة فعلا مجدية وتعطي الدور الأكبر وتوحد جهودنا وتوحد قوتنا في المكان اللي احنا نجتمع فيه، لأن الحقيقة احنا زرنا أماكن كثيرة، دول منكوبة ودول في وضع الحرب، دول واجهت مصاعب، نكون موجودين هناك ونشوف أعلام دول مجلس التعاون، وهذا شيء يكون يعني أكبر فخر وأكبر شرف لنا نحن نشوف هذه الأعلام كلها موجودة. فجزء من المقترح اللي احنا وضعناه، احنا كنا يعني نبي يكون تواجدنا مثل ما هو بس في الصميم وفي الأمر اللازم، وعدم تكرار يعني المعن و يعني الأمور والمساعدات واللي احنا نرسلها من الدول. طبعا احنا كلنا الحمد لله نتنافس على هذا الشيء، كلنا نتنافس على الخير، وكلنا نتنافس على من يوصل أول، وكلنا نتنافس على من هو يمد يد العون لأخوه. الحمد لله على الخير اللي احنا فيه، والحمد لله على الوضع اللي احنا فيه، نحن يد العون ونحن اليد اللي تقدم المساعدة. هذه جاتنا مخلفة من أجدادنا، وهذه في تراثنا، وهذه في عرقنا، وهذه في ديننا الحقيقة، أنه مساعدة للآخرين. فالحمد لله على هذه القيادات الموجودة في دول مجلس التعاون، هذه القيادات اللي من شغلة في صرف طاقتها ومواردها للمواطن، وهذه القيادات اللي فعلا من شغلة في التخطيط للأجيال القادمة، ما هي من شغلة في التخطيط للانتخابات القادمة. هذا ولله الحمد النعمة اللي احنا عايشينها، فالشكر موصول لكم لتحقيق هذه الرؤية، وما في شك كلنا في ندين لقياداتنا العمل اللي يقومون به لخدمة المواطن اولا في الداخل، وثم خدمة المحتاجين سواء كانوا في الداخل او في الخارج، ما هم قصرين ولله الحمد. وهذا اقل واجب احنا نقدر نسويه، ان احنا فعلا بس نوحد جهودنا ويصير عملنا
أدق، بصير عملنا في المكان اللي إحنا نتجه له دائما سوء مؤثر بشكل إيجابي وأكبر. والله إن شاء الله واللي تأمرون فيه إحنا كمؤسسة، هذه مؤسستكم والأفكار موجودة، وكل اللي نتمناه إحنا إن شاء الله إن إحنا نحط يدنا بيد بعض ونروي العالم إن هذه القيادات وهذا النوع من التكاتف والتعاون في دول مجلس التعاون هو المثل الذي يضربه إن شاء الله المثل في دول.